السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على سلاله جديده في مصر وهي هي كذا اسم، وطبعا مشهوره في مصر بكلمه الحباحه، رغم ان هو الاسم بتاعها الاصلي الكبرى الهزات زي ما احنا شايفين ابو عرفين، واضح معانا اهو. طبعا هنتكلم على ميزات الديك ده وهنعرف كل الميزات بتاعته ان شاء الله في الديك ده مع بعضينا، وهنعرف اسعاره وهنعرف موطنه الاساسي فين ان شاء الله. بس قبل ما ابدا احب افكر الناس اللي بتتابعنا اول مره دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلها مني كل ما هو جديد باذن الله في عالم اليوتيوب. طبعا مبدئيا الديك الحباحب زي ما احنا شايفين معاه باين معانا في الصوره دلوقتي صدره العريض لحمته السوداء. طبعا عارفين اللحمه السوداء بتاعت اللامبرجيني والفوايد بتاعتها. طبعا ايضا الفوايد اللي موجوده في اللحمه السوداء اللي في اللامبرجيني هي برضو اللي موجوده ان شاء الله معانا في الكوبرا الهزاز. طبعا الكوبرا الهزاز احد الفراخ السين الجميله. طبعا على ما اظن النوع الوحيد اللي هو بعرفين. طبعا في معانا انواع كتير بلوزه، في انواع كتير بعرف واحد تمام، الا الكوبرا الهزاز او زي ما بتسمى الحباحب هو بعرفين تمام. طبعا هينفع يشتغل معانا مشروع ولا لا؟ طبعا ده من احد المشاريع الناجحه لسببين. اول سبب كثرة البيض بتاعه ان هي فرخه منتجه للبيض، ده رقم واحد. رقم اثنين المناعه العاليه، الكتكوت صاحب مناعه عاليه، الفرخه صاحبة مناعه عاليه، الديك برضه صاحب مناعه عاليه، فهو ده ممكن يخليه ده اول حافز ليا ان هو ينفع مشروع. اهم حاجه عندي في صحه الفرخه المناعه، لو المناعه حلوه هعرف انتج منها كتير وهيبقى مشروع مربح. وطبعا معايا الحبائب من اعلى انواع الدجاج اللي هو مناعته عاليه، رقم واحد. رقم اثنين خلاص كده عرفنا ان هو مناعه عاليه، طيب تعالى نروح على الفوايد بتاعته. زي ما قلنا لحمته سوداء، واللحمه السوداء يعني السمكه العاليه اللي هي طبعا بتحمل الحديد وتحمل المعادن اللي هي كلها فيها فوائد للبني ادم. يعني بمعنى صح زي ما قالوا في امريكا او في الدول الثانيه اللي هي اللحمه السوداء الموجوده في اللامبرجيني فيها تغذيه عاليه للمواطن الست الهام، او بمعنى صح بياكلوها اغنياء الصين واغنياء اوروبا كلها عشان اللحمه السوداء غنيه بالبروتين وغنيه بالمعادن وغنيه بالحديد. يبقى معانا السلاله اللي احنا واقفين عليها غنيه بالمعادن وغنيه بالحديد وصاحبة المناعة العالية. يعني بمعنى أصح معانا نسخة من لمبر جيني. طبعا عرفنا ان لمبر جيني جاي عشان لحمته السوداء. معانا برضو اللي هو الحباحب أو الكوبرا الهزاز لحمته سوداء برضو وهنشوفها مع بعضينا. هات البيضة البيضة، هات الفرخة البيضة. البيضة من ملحمة اسود. بتاعتها سودا زي ما باينه اهي تمام، بعرفين الفرخه برضو بعرفين اهي، والفرخه بشوشه. يعني الديك ما بيطلعلوش شوشه، الديك بيطلع له عرف، لكن الفرخه بتطلع معانا بشوشه ولحمتها سودا زي ما هو واضح معانا في الكاميرا تمام. يبقى احنا كده عرفنا التغذيه الكامله مع اللمبر جيني. طبعا اللمبر جيني لحمته غاليه وماسك سعر 6000 جنيه عشان اللحمه فقط. هنا برضو موجود معانا اللحم، اللحمه السوداء موجوده في قلب السلاله دي. يبقى كده معانا الحاجتين، معانا السلاله سين شكلها حلو راقي، الديك شكله جميل روش صغير من الاقزام من الحاجات الزينه، وفي نفس الوقت اللحمه بتاعته حلوه وفيها نفس الحديد وفيها نفس المعادن
ياهو يروح من كام؟ سعر الجوز بيعمل 1500، الفرخه بيعملوا 1500، تمام؟ ما يعرفش حاجه عن لامبرجيني، لامبرجيني يديكوا الفرخه بيعمل 6000 جنيه. ده نفس اللحمه سودا، هنا سودا بيعمل 1500، يعني يديك تقريبا 800 والفرخه عامله 700 جنيه. طيب الكتكوت بتاعها عامل كام؟ الكتكوت بتراوح من 70 ل 100 جنيه. طبعا الاسعار دي مستهيئه مع اللحم مع الشكل مع الزينه، طبعا وقع خالص بس عشان السوق المصري حاكم بكده. الاسعار دي بره في السعوديه او في الكويت بتعمل اضعاف اضعاف الاسعار دي. الكتكوت طبعا الزاحف او الصرامه، الناس اللي غاويه معايا، او الهزاز او الحاجات دي كلها بتعمل الجوز 4000 5000، وبالتالي في نفس الشكل ده وبالتالي في نفس الحجم ده ومش في نفس الجمال ده. اللي مميز النوع ده بالعرفين بتوعه الجميله، مثلا لو الديك شكله صدره عريض زي ما هو واضح معايا في الصور العرفين، فده كله مميز معايا الديك. السعر بتاعه مش غالي، الديك والفرخه ب 1500، بقول الكتكوت بيعمل من 70 ل 100، برضه دي حاجه مميزه، المناعه العاليه معاك هنا قصر الابريد الزياده. طب السيالي من احسن انواع تشتغل بيها او تربح من وراها، او انت غاوي وعايز تربي في البيت، يبقى هو الكوبرا الاساس او الحباحب. ده مش هيشغل بالك في اي حاجه ومش هيعيب بسرعه زي الصرامه او زي الزاحف، لا ده مراحته عاليه جدا وعلى تجربه. وزي ما انا قلت ما بنصحش كلمه منها عندي الا لما تكون مجربها، وده مناعته عاليه جدا. مش عايز اطول على حضراتكم، لو عجبك الفيديو ديسلايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك الكهرباء وفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل ما هو جديد.